بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 85 بعد 100. الحمد لله واسع الفضل والإحسان، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. لما كانت أعمال القلوب عليها مدار عظيم، حيث إنها محل الاعتبار من الأعمال الظاهرة، وعليها ينبني قبول العمل أو رده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وأعمال القلوب هي مقاصدها ونياتها وتعلقاتها، وما يقوم بها من الخوف والخشية والرغبة والرهبة والإنابة والمحبة والكراهة. لذا فقد اهتم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بهذا الموضوع، وكتب فيه كتابات كثيرة استغرقت في مجموع فتاواه مجلدا ضخما جاء في أوله. أما بعد، فهذه كلمات مختصرات في أعمال القلوب التي قد تسمى بالمقامات والأحوال، وهي من أصول الإيمان وقواعد الدين، مثل محبة الله ورسوله والتوكل على الله وإخلاص النية له والشكر له والصبر على حكمه والخوف منه والرجاء له وما يتبع ذلك. اقتضى ذلك بعض من أوجب الله حقه من أهل الإيمان واستكتبها، أي طلب من الشيخ الكتابة فيها وبيانها. فأقول، والكلام للشيخ رحمه الله: هذه الأعمال جميعها واجبة على جميع الخلق المأمورين في الأصل باتفاق أئمة الدين، والناس فيها على 3 درجات، كما هم في أعمال الأبدان على 3 درجات: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات. فالظالم لنفسه العاصي بترك مأمور أو فعل محظور، والمقتصد المؤدي الواجبات والتارك للمحرمات، والسابق بالخيرات المتقرب بما يقدر عليه من فعل واجب ومستحب، والتارك للمحرم والمكروه. وإن كان كل من المقتصد والسابق قد يكون له ذنوب تمحى عنه إما بتوبته، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وإما بحسنات ماحية، وإما بمصائب مكفرة، وإما بغير ذلك. وكل من الصنفين المقتصدين والسابقين من أولياء الله الذين ذكرهم في كتابه بقوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فحد أولياء الله هم المؤمنون المتقون، ولكن ذلك ينقسم إلى عام وهم المقتصدون، وخاص وهم السابقون. وإن كان السابقون هم على درجات كالأنبياء والصديقين. قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القسمين في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله: من عادى لي وليا فقد آذنته بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع، وبي يبصر، وبي يبطش، وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. وأما الظالم لنفسه من أهل الإيمان فمعه من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه، كما معه من ضد ذلك بقدر فجوره،
إذ الشخص الواحد قد يجتمع فيه الحسنات المقتضية للثواب والسيئات المقتضية للعقاب حتى يمكن أن يثاب ويعاقب. وهذا قول جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة الإسلام وأهل السنة والجماعة الذين يقولون إنه لا يخلد في النار من في قلبه مثقال حبة ذرة من إيمان. وأما القائلون بالتخليد كالخوارج والمعتزلة القائلين إنه لا يخرج من النار من دخلها من أهل القبلة وأنه لا شفاعة للرسول ولا لغيره في أهل الكبائر لا قبل دخول النار ولا بعده، فعندهم لا يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب وحسنات وسيئات، بل من أثيب لا يعاقب ومن عوقب لم يثب. وينبني على هذا أمور كثيرة، ولهذا من كان معه إيمان حقيقي فلا بد أن يكون معه من هذه الأعمال بقدر إيمانه وإن كان له ذنوب، كما روى البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا كان يسمى حمارا وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم وكان يشرب الخمر ويجلده النبي صلى الله عليه وسلم، فأتي به مرة فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. فهذا يبين أن المذنب بالشرب وغيره قد يكون محبا لله ورسوله، وحب الله ورسوله أوثق عرى الإيمان، كما أن العابد الزاهد قد يكون لما في قلبه من بدعة ونفاق مسخوطا عليه عند الله ورسوله من ذلك الوجه، كما استفاض في الصحاح وغيرها من حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الخوارج فقال يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وهؤلاء قاتلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين يقتلهم أدنى الطائفتين من الحق. ولهذا قال أئمة الإسلام كسفيان الثوري وغيره إن البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، لأن البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها. ومعنى قولهم إن البدعة لا يتاب منها أن المبتدع الذي يتخذ دينا لم يشرعه الله ولا رسوله قد زين له سوء عمله فرآه حسنا فهو لا يتوب ما دام يراه حسنا، لأن أول التوبة العلم بأن فعله سيء ليتوب منه، أو بأنه ترك حسنا مأمورا به أمر إيجاب أو استحباب ليتوب ويفعله. فما دام يرى أن فعله حسنا وهو سيء في نفس الأمر فإنه لا يتوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبهذا انتهت هذه الحلقة، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.